حكم قراءة القرآن على القبر، هذا بدعة، هذا بدعة ما أنزل الله به من سلطان. القرآن يا إخوان يقرأ على الأحياء، ما هو بيقرأ على الأموات. الميت ماذا يستفيد؟ يقوم يعمل؟ ما يستطيع يعمل. يتوب من السيئات إذا قرأت عليه القرآن؟ ما يستطيع يتوب، ختم عمله. ما وأيضا هو ما يسمعك، ميت، هو في عالم وأنت في عالم، أنت في عالم الدنيا وهو في عالم الآخر، ما يسمعك، ولو سمع ماذا يستفيد؟ غادر دار العمل ووقع في دار الجزاء، ما يستفيد من قراءة القرآن. القرآن يقرأ على الأحياء ويذكر به الأحياء، أما الأموات فقد قدموا على ما عملوا. لكن إذا أردت تنفع الميت، أخاك المسلم الميت، إذا أردت تنفعه ادع له، تصدق عنه، هذا الذي ينفع أخاك الميت، ادعو الله له، استغفر له، تصدق عنه، سدد ما عليه من الديون، هذا الذي ينفع أخاك الميت. أما قراءة القرآن هذا انتهى عهده مع القرآن، هذه مسألة قراءة القرآن على القبور حرام ولا تفيد شيء، بدعة ولا لها أثر على الميت.